متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع الذي يعتبر الأسبوع الأخير من شهر يوليو شهر تموز لهذا العام، الذي تميز بحالة جوية نادرة جدا والتي أثرت على مناطق عدة من وسط وجنوب المملكة، متمثلة بهطول للأمطار النادرة وانخفاض حتى في درجات الحرارة في بعض المناطق. هذا الأسبوع يتوقع أن يتراجع تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الرطبة التي أثرت على المملكة ويحل محلها عودة ارتفاع درجات الحرارة من جديد في مناطق عدة، بل وهناك رياح مغبرة يتوقع أن تهب على المملكة. نبدأ التوقعات الجوية لهذا الأسبوع بيوم الأحد الذي يتوقع أن يطرأ به ارتفاع درجات حرارة في المناطق الوسطى، تصل إلى 45 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 45 درجة مئوية في الحدود الشمالية، 38 درجة مئوية في تبوك، و36 درجة مئوية في مدينة جدة، و43 درجة مئوية في الدمام. تبقى فرص الأمطار الرعدية حاضرة في مناطق جنوب غرب المملكة، لا سيما تلك المرتفعات الجبلية المتاخمة للحدود اليمنية، وتكون العظمى 25 درجة مئوية في ساعات النهار وصورا إلى 16 درجة مئوية. يوم الاثنين يتوقع أن تنشط الرياح الشمالية النشطة على كل من حفر الباطن وأجزاء من القصيم وأيضا العاصمة الرياض، متزامنا ذلك مع ارتفاع على درجات الحرارة، تصل في العاصمة إلى 47 درجة مئوية يوم الاثنين، والأجواء لاهبة مع أيضا نشاط في سرعة الرياح وأجواء مغبرة وتدني متوقع لمدى الرؤية الأفقية، 46 درجة مئوية في الحدود الشمالية وسط موجة حارة قوية هناك، ترتفع درجات الحرارة بشكل لافت في تبوك إلى 41 درجة مئوية، 36 درجة مئوية في مدينة جدة. تبقى فرص الأمطار الرعدية حاضرة في أقصى المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، والعظمى هناك 25 والصغرى 16 درجة مئوية، في حين تكون في الدمام 44 درجة المئوية في ساعات النهار، ونتوقع هناك موجات كثيفة من الغبار بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين. يوم الثلاثاء لا تغييرات هامة بشأن موجات الغبار متوقع على المناطق الشمالية الشرقية والوسطى، بما في ذلك حفر الباطن والرياض وربما الدوادم والأجزاء الجنوبية الغربية من العاصمة الرياض، نتوقع أن تصل إلى 46 درجة مئوية درجة الحرارة في الرياض، والأجواء تكون حارة للغاية، تصل إلى 47 درجة مئوية في الحدود الشمالية، والأجواء لاهبة هناك على غير العادة، 42 درجة مئوية متوقعة في تبوك و35 درجة مئوية في جدة. تتراجع فرص هطول الأمطار يوم الثلاثاء في مرتفعات جنوب غرب المملكة، وتصل العظمى إلى 25 درجة مئوية في ساعات النهار وصغرى إلى 16 درجة مئوية، الأجواء أيضا حارة في الدمام مع 45 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلا حوالي 35 درجة مئوية. يوم الأربعاء يتوقع أن يستمر الطقس حارة للغاية في المناطق الوسطى، لا تغييرات هامة على درجات الحرارة سوى المزيد من الارتفاع درجات الحرارة في تبوك لتصل إلى 43 درجة مئوية. تنتقل موجات الغبار إلى الأجزاء الجنوبية من العاصمة الرياض، تصل ربما إداريا إلى وادي الدواسر، وتبقى فرص الأمطار الرعدية حاضرة بشكل عشوائي ومتفرق فوق مرتفعات جنوب غرب المملكة. يوم الخميس أيضا لا تغييرات هامة على الأجواء في مختلف مناطق المملكة، الأجواء تبقى حارة بل لاهبة في بعض المناطق بما في ذلك العاصمة الرياض والأجزاء الشمالية من المملكة، وتعود فرص الأمطار يوم الجمعة إلى مناطق جنوب غرب المملكة بمشيئة الله تعالى، وربما تصل إلى أكثر مرتفعات إلى الشمال مع أجواء تبقى حارة في كافة المناطق بل ولاهبة كما ذكرت، خاصة في المناطق الوسطى والشمالية الشرقية من المملكة. هذا كان كل ما لدي بشأن الأحوال الجوية بمشيئة الله تعالى لهذا الأسبوع الذي أسأل الله تعالى أن يجعله أسبوع خيرا وبركة عليكم جميعا. دمتم دائما بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.